وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليما حكيما. الاعجاز الاجتماعي في القران الكريم لم ينحصر فقط على نظام الزكاه او نظام التكافل الاجتماعي او نظام تعدد الزوجات او نظام الزواج والطلاق، وانما تدخل هذا الاعجاز حتى في قضيه القتل. ونحن نعرف كل القوانين وكل التشريعات تفرق ما بين القتل العمد والقتل شبه العمد او القتل الخطا، فكل نوع من هذه الانواع لا شك ان لها عقوبتها بحيث ان الجاني يرتدع ولا ينتشر هذا القتل في المجتمع. لما جاءت الشريعه الاسلاميه فرقت ما بين عقوبه القاتل اذا كان القتل عمد وعقوبه هذا الجاني لو كان القتل خطا. وربما الذي يتأمل في الفرق بين العقوبتين يجد أن هناك إعجاز اجتماعي في القرآن والسنة في عقوبة من قتل خطأ وهذا التأمل حقيقة يحتاج إلى نوع من التفكير ونوع من التأمل اللي فعلا يوصلنا إلى أن الشريعة الإسلامية هدفها الأساسي صلاح المجتمع وتمسك المجتمع واستقرار المجتمع ولذلك لو دخلنا أكثر في الانظمه وفي القوانين لوجدنا فعلا انه حتى في مجتمعاتنا الاسلاميه اليوم ومع قله تطبيق الشريعه الاسلاميه الا انه حتى نسبه الجريمه القتل اقل بينما في دول الغرب في اوروبا او في الامريكتين او في دول الاجنبيه نجد ان نسبه القتل مرتفعه جدا لدرجه ان في نيويورك لوحدها في كل ثانيه هناك جريمه قتل فلا شك ان الموضوع موضوع خطير جدا والمتامل فيه يجد ان هناك اعجاز اجتماعي في دية القتل اذا كان القتل خطأ. يؤكد لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم على ان كل نفس قدر لها ان توجد في هذه الحياه هي في علم الله سبحانه وتعالى وكانت موجوده في صلب ابينا ادم عليه السلام لحظه خلقه. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين وهذا يؤكد على أن النفس يعني لها قيمة في معيار الله كبيرة لا يجوز أن تقتل إلا بجريمة تستوجب القتل ولا يجوز أن تهدر ولو حتى بالخطا الا بقدر الله سبحانه وتعالى وفي كلا الحالتين لابد من عقاب الذي اقترف هذه الجريمه لانه كانه اخذ شيئا من مخزون هذه الانفس في علم الله سبحانه وتعالى. لذلك القتل العمد يعني جريمته القتل او الجزاء عليه القتل. وكثير من دول العالم تحاول ان تحرم جريمه القتل. علما بان الذي يستشري في دمه عملية القتل يصبح كنوع من الإدمان يعني أنا كنت في أمريكا مرة في واشنطن دي سي وصلت متأخرا وطبعا فرق التوقيت جعل النوم يغالبني والرغم من هذا الإخوة الذين استقبلوني في المطار أصروا أن يأخذوني في جولة في واشنطن يعني قبل أن آوي إلى فراشي يعني فاحنا في احد الميادين وجدنا نهرا من الدماء يتحرك من مطعم من المطاعم فسالنا ما ما هذا قال والله مجرم قاتل خرج من السجن اليوم فدخل هذا المطعم حجز الناس كلها بالسلاح وضعهم في الثلاجه ونهب الاموال الموجوده في في خزينه المطعم ثم دخل على الثلاجه وقتل كل الموجودين وهو خارج لتوه من السجن نتيجه لجريمه قتل فالذي اقول الذي يستمرئ القتل يعني الشيطان يسوي له انها عمليه يعني يلهو بها يعني. فقاتل قتل القاتل هو عقاب الهي لا يجوز ان نفرط فيه ولا ان نسمع كلام الناس الذي يبدو معسولا وهو يعني يهدر حياه الاف من الناس. الشريعه الاسلاميه عندما فرقت ما بين قتل الخطا وقتل العمد فرقت لسبب، وهذا السبب فيها حكمه كبيره وعظيمه، وفيه اعجاز تشريعي واعجاز اجتماعي. أما القتل العمد فالذي يتحمل الجريرة هو القاتل وهذا باتفاق كل القوانين والدساتير في العالم أن الشخص إذا قتل عمد فأنه يتحمل جريرته ولذلك الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزرة أخرى أي طالما أنك أنت ارتكبت الجريمة فأنت تتحمل مسؤولية هذا الجرم بينما في القتل الخطأ الوضع مختلف تماما فإذا جاني ارتكب قتل خطأ فهنا من يتحمل معه يتحمل معه المسؤوليه هناك مصطلح اسمه العاقله في الشريعه الاسلاميه، من هم العاقله؟ العاقله هم العصبه من الذكور من عائلته ويكونوا من الدرجه الاولى، يعني اخوانه، والده، اعمامه اللي هم المقربين اليه، الاقرب فالاقرب ويخرج منهم يعني مثلا الازواج لا يدخلون من ضمن العاقله. أو الإخوة من أرحام أو الأرحام نفسهم ما يدخلون من ضمن العاقلة، لكن من هو المسؤول مباشرة عن هذا الولد؟ أو هذا الجاني؟ الوالد، إخوانه، أعمامه هم هم الأساس وهي العائلة القريبة، ولذلك الشريعة الإسلامية في القتل العمد قالت يتحمل القاتل الجريمة. في القتل الخطأ أشركت الشريعة الإسلامية العاقلة في تحمل الدية وما هي الدية؟ هو مبلغ من المال يدفع نظير هذا الجرم الذي ارتكبه فلان، وهذا المبلغ يدفع لمن؟ لاهل المجني عليه، يعني اهل المقتول، وهذه تسمى الدية. فلما جاءت الشريعة، أولاً أعطت ضوابط وشروط للدية، قالت الدية تدفع خلال ثلاث سنوات. ثانياً لو ارتكب الجرم مجنون أو طفل أو صغير، ليس عليه دية. عموما هناك تفصيل لكن الذي يهمني في الموضوع ان الشريعه الاسلاميه لماذا فرقت ما بين قتل العمد وقتل الخطا في من يتحمل الدية؟ هذا سؤال كبير والجواب عليه يدل على انه هناك اعجاز تشريعي واعجاز اجتماعي في دية قتل الخطا. اذا كان القاتل قد وقع في هذه الجريمه خطا فطبعا لابد له من الندم على الوقوع في هذه الجريمه وان كان لم تكن له اراده فيها وعليه ان يدفع الديه اذا قبلها اهل المقتول او اذا تنازلوا عن الديه فيبقى عليه صيام شهرين متتابعين والديه يعني نظام اجتماعي عظيم يؤكد على مسؤوليه العاقله او العائله او الاهل الحي او اهل القرية واهل المنطقة يعني عن جريمة تقع بقدر الله خطأ فحتى لا يتحملها الفرد وحده وقد لا تكون ظروفه المالية او الاجتماعية تعينه على ذلك وهي صورة من صور التكافل الاجتماعي لتحمل المسؤولية شرعها الاسلام واقرها هذا الدين الخاتم وهي ايضا وسيلة تربوية راقية لافراد المجتمع لشعورهم بمعنى الاخوة ومعنى المشاركة في المسؤولية حتى لو كانت الجريمة لم تقع بإرادة أو بقصد أو بتعمد ويبقى السؤال مستمر لماذا الشريعة الإسلامية فرقت ما بين قتل الخطأ وقتل العمد ولذلك نرى أن قتل الخطأ يتحمل المسؤولية العائلة المقربة للجاني بينما العمد يتحمله الجاني نفسه وحتى نجيب على هذا السؤال في الجواب بيان للإعجاز التشريعي والإعجاز الاجتماعي أولا لو أن الشريعة الإسلامية قالت بأن من يتحمل الدية في القتل الخطأ هو الجاني نفسه فإن في ذلك حرمان للفقراء وكأن الشريعة الإسلامية نزلت للأغنياء فقط لماذا؟ لأنه دية القتل الخطأ كم؟ مئة من الإبل يعني تخيل لو شخص قتل آخر بالخطأ يعني أراد أن يصطاد طير فجاءت الطلقة في فلان أو كان يسوق سيارة مثلا بسرعة ودهس فلان فتوفى ماذا عليه أن يدفع مئة من الإبل طيب مئة من الإبل هذه الثروة أعلى من مستوى الفرد يعني اليوم احنا في مجتمعاتنا من يملك 100 من الابل؟ لو قلنا انه الابل الواحد على سبيل المثال ب1000 دينار. طيب 100 من الابل يعني 100000 دينار. واذا كان هالابل نوعيته يعني ضعيفه قول 500 دينار. طيب 500 دينار في 100 من الابل كم صار؟ 50,000 دينار، طيب 50,000 دينار يعني 150,000 دولار. من يملك اليوم من المسلمين في شعوبهم وفي مجتمعاتهم 150 الف دولار، من يملك هذا؟ فهذه المبالغ وهذه الثروه اعلى من مستوى الفرد. وبالتالي حتى تكون الشريعه عادله لم تحمل الجاني هذا المبلغ وانما من حملت؟ حملت العاقله. اهله يجتمعون ثم يقررون هذا المبلغ ثم يعطون هذا المبلغ لاهل المجني عليه وفي التالي الشريعه الاسلاميه هنا ساوت بين الاغنياء والفقراء في قضيه الدم وهذه نقطه جوهريه واعجاز تشريعي الامر الاخر ان الشريعه الاسلاميه لم تستثني من القاعده ولا تزر وازره وزر اخرى الا هذا الجرم القتل الخطا هو الوحيد اللي الشريعه الاسلاميه قالت انه اذا ارتكب هذا الجرم فان يتحمل تعويض هذا الجرم العائله كلها وليس الفرد. طيب لماذا؟ اذا كان شخص كان يسوق سيكل ولا يسوق سياره ودهس شخص. لماذا انا احمل ابوه وامه واخوانه؟ ليش؟ ليش؟ بالتحليل تبين ان القتل الخطا لا يخرج الا من سببين. اما اهمال أو رعونة. والإهمال والرعونة سببهم سبب تربوي يعني الأهل الوالد والإخوان والأعمام لم يحسنوا تربية هذا الشاب المتهور أو هذا الشاب الأرعن أو هذا الشاب المهمل اللي بإهماله أو برعونته أو بتهوره قتل شخص بالخطأ. فلذلك رب العالمين أوجب الدية ليس على القاتل خطأ فقط وإنما على كل العائلة، لماذا؟ حتى تتأدب العائلة وتربي أبنائها تربية حسنة، ولذلك حتى في قضية محاسبة هذا الشخص وكيفية توزيع الدية فيها تشريع تربوي ربما سنتناوله بعد قليل بإذن الله. يروج في العالم الان انه من قبيل الرحمه يجب منع يعني العقاب بالاعدام والسامع الاول وهلا يتخيل ان هذا فيه شيء من الرحمه لكن حقيقه ليس فيه رحمه لان القتل كاي جريمه اخرى يبدا الشيطان يحببها للانسان وخاصه اذا تلقى عليها عقابا رادعا يعني يغري الانسان بها مره واخرى وثالثه والشخص الذي ليس عنده عقيدة في أنه سيبعث وسيحاسب وسيجازى على أعماله في هذه الدنيا يعني يغريه الشيطان بمزيد من القتل ومزيد من سفك الدماء ويصبح عنده شهوة لإراقة الدماء وهذا حصل في الغرب لكن طبعا لو قتل القاتل المتعمد يعني تقطع دابر هذه العملية بالكامل وكما أشرت يعني أن القتل العمد كأن الإنسان بينتزع من مخزون هذه البشريه في علم رب العالمين يعني خانه من الخانات لان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نفس منفوسه الا ولها في علم الله كتاب فكل واحد فينا له عند الله يعني سجل خاص به ولا يجوز ان يغادر هذه الحياه الا بما اراده له الله سبحانه وتعالى فاذا قتل فرد من الافراد كان هذا انتزع من المخزون البشري في علم الله سبحانه وتعالى ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا على أن الموت ليس نهاية هذا الوجود يعني بعد أن يبلى هذا الجسد ويتحلل ويختلط بتراب الأرض يبقى من الإنسان فضلة يبعث منها الإنسان فقال صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب منه خلق وفيه يركب يوم القيامة ويقول صلى الله عليه وسلم أن عجب الذنب عبارة عن عظمة في حجم حبة الخردل توجد في نهاية العصص حينما سئل ما هو عجب الذنب يا رسول الله قال يعني عظمه في حجم حبة الخبل في نهاية العصص ويقول صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون ثم ينزل الله ماء من السماء فينبت كل مخلوق من عجب ذنبه كما تنبت البقلة من حبتها أم ذرتها أو كما قال صلى الله عليه وسلم فطبعا إذا كانت هذه هي الحقيقة أن الإنسان لا يبلى بلاء كاملا ويبقى منه شيء يبعث منه من جديد فقتله في هذه الدنيا يعني لن يقضي عليه قضاء كاملا ولكن سينتزع من أجله بعض سنوات هي مقدرة في علم الله ولكن تمت بغير يعني بغير هذا التحديد ولذلك يعاقب عليها القاتل بالقتل وأذكر أن كتبت في أحد المرات عمودا في الأهرام في شهر رمضان عن هذا الحديث وناديت الاطباء ان يحققوه تحقيقا مختبريا لاننا لو اثبتنا هذا الحديث بتجربه مختبريه دقيقه نقلب به الدنيا لان الناس لا يعرفون يعني واغلب الناس لا يؤمنون بالبعث في حقيقه. فيعني رد علي احد الاطباء وقال نحن معشر الاطباء نعلم ان كل عظام الجسد مكونه من خلايا تسمى الخلايا العظميه او اوستيوسايتس. قال هذه الخلايا تبلى كلها ولا يبقى منها شيء الا الذرات. ولعل المقصود بالحديث النبوي هو الذرات. فقابلته في احدى الاجتماعات وقلت له ان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عظمه، وعظما يعني بلايين الذرات، لان الذرات تشغل حيز اصغر بكثير من من عظمه مهما دقت يعني. وقلت له يعني يجب ان نحقق هذا الحديث لان تحقيقه المختبري يعني ورقه دعوه راقيه للناس في زمن العلم الذي نعيشه. لم يقتنع بما قلته فبدات ابحث في المراجع فوجدت ان عالما المانيا اسمه هانز سبيمن اخذ جائزه نوبل سنه 1935 ميلادي في تحقيق هذا الحديث دون ان يقراه فكان يدرس مراحل الجنين في البرمائيات ولاحظ انه في اليوم الخامس عشر من عمر الجنين والجنين مكون من راقتين اكتوديرم طبقه خارجيه وطبقه داخليه لاحظ ان هناك خط دقيق يظهر على سطح الطبقه الخارجيه هذا الخط تمر به خلايا الاكتوديرم فتتخصص فكأن الاعضاء كلها تخلق منه وبعد ان يتم خلق كل هذه الاعضاء ينسحب هذا الخيط الى نهايه العمود الفقري فقال استغرب ما طبيعه هذا الخط قطعه وزرعه في جنين نما حاول سحقه وزرعه نما غلاه لمده ساعتين وزرعه نما احرقه الى حد التفحم وزرعه نما فاثبت انه لا يبلى واثبت ان جميع اعضاء الجسم تخلق منه وهذا هو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكتابه في هذا الموضوع شجعت فريقا من علماء كليه الطب في جامعه عين شمس ان يعيدوا دراسه عجب الذنب دراسه مختبريه واخبروني بانهم وجدوا ان هذه العظمه هي اعلى كثافه في جسد الإنسان أعلى عظمة كثافة في جسد الإنسان وإن شاء الله تكون نتائج هذا البحث ورقة دعوة راقية للإسلام في زمن العلم الذي نعيشه فالقرآن الكريم كله معجز آيات معجزة صورة معجزة أحكام معجزة ليس فقط في المجال التشريعي ولا في التاريخي ولا في الطبي يعني حتى عجب الذنب نفسه آية من آيات الله حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكن راينا مع بعض كيف انه معجز فكيف عندما نتكلم عن تشريع القتل وهو شيء اكبر وشيء اعظم فيه استقرار للمجتمع وفيه اصلاح للمجتمع وفيه تناغم وانسجام ولذلك ماذا قال الله عز وجل في قضيه التشريع وفي قضيه الخطل القتل الخطا من يتحمل الديه العاقله وكيف يتم تقسيم الديه اولا تجتمع كلها تخيلوا معي هذا المنظر ان العاقله تجتمع وفيهم الجاني يمكن عمره 17 18 يمكن عمره 25 30 المهم رجل او شخص قتل خطا اما بسبب اهمال او رعونه وكل العائله موجوده الاعمام والجد والاب والاخوان مجتمعين وهذا الجاني بينهم وقاعدين يتباحثون مع بعض كيف يوزعون الديه لانها 100 من الابل قلنا اقل ما فيها 50 الف دولار هذه اقل ما فيها هذه اذا ما كان اكثر طيب كيف يوزعونها؟ فيقول والله فلان عليه حصة كذا وفلان عليه الحصة كذا وفلان عليه الحصة كذا طبعا تخيلوا هذا الاجتماع اللي قاعد يصير بالعاقلة والجاني موجود كيف نفسيته وقاعد يشعر هو أن كل العاقلة مجتمع علشانه وعلشان الجريمة اللي هو سواها مو بس كذي ويشوفون عيال خالته وعيال عمته وعيال عمه كلهم قاعدين معه وقاعدين يشوفونه بعيونهم فموقف تربوي حقيقة مؤثر جداً يعني موقف جدا عظيم انا في واحده من المؤتمرات مره كنت مع واحد اجنبي وكنت اشرح له الحاله ما صدق قال الله وكان متعجب قال هكذا الاسلام فعلا القضيه ليست قضيه حد او قانون بقدر ما هي رحمه وتربيه وهذا لا شك اعجاز اجتماعي عظيم نحن نتكلم في القتل الخطا واذا بنا الان نتحدث عن الرحمه ونتحدث عن البعد التربوي ونتحدث عن البعد الاجتماعي، فكما اننا نتكلم عن عجب الذنب او عن الاعجاز العلمي في القران، فكذلك لو اكثرنا من الابحاث والدراسات في الايات القرانيه في المجال الاسري والتربوي والاجتماعي، والله لاكتشفنا كنوز، ولذلك نحن سعداء في هذا البرنامج الذي يقدم لاول مره على شاشه اقرا الاعجاز الاجتماعي في القران والسنه.